بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: ويقول عند تقبيله أو استلامه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله في منسكه: ويقول عند تقبيله أو استلامه. تقدم الإشارة إلى ما يشرع عند التقبيل أو ما يشرع للحجر من استلامه وتقبيله، وهذا في الحجر الأسود ثابت في النصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما كما تقدم في درس أمس. ثم ذكر رحمه الله سنة أخرى، وهو قول بسم الله والله أكبر، وهذا على المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، وقاله أيضا جمع من أهل العلم أنه يقول عند ابتداء طوافه بسم الله والله أكبر، وأن هذا مفتتح الطواف وأنه سنة. وقد روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، وقد وهم العلامة القيم رحمه الله فعزى هذا إلى المرفوع. الصواب أنه موقوف على ابن عمر من قوله رضي الله عنه أنه يقول ذلك بسم الله والله أكبر، والصواب الثابت في السنة أن يقتصر على قول الله أكبر، لأن الزيادة هنا نقص في المعنى، ولا يشرع للإنسان أن يزيد أذكارا لا دليل عليها، لأن هذه عبادات توقيفية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن إذا اجتهد العالم وظن أن هذا الأمر مشروع، هو يؤجر على اجتهاده وينظر في هذا الاجتهاد، فإن كان موافقا للسنة قبل، وإلا فإنه لا يقبل، إذ كل مراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر كما يقول مالك رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصواب أن تقتصر على قول الله أكبر، وهذا هو الذي ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تقدم أنه لا تشرع الإشارة باليدين كأنك تكبر للصلاة، بعض الناس يظن أن ابتداء الطواف بالتكبير على هيئة ابتداء الصلاة بالتكبير، وهذا ليس لا أصل له، بل بعض أهل العلم يجعل هذا من نوع البدع، فإذا قيل إنك ترفع يدك فإنك تشير بها مجرد إشارة، هذا إذا لم تستلم الحجر. وبعض أهل العلم يقول لا تشير أصلا، لا تشير أصلا، بل تكبر وتمشي، لأن حديث ابن عباس في مجموع روايات يدل على أنه كان يشير بشيء عنده، معنى أنه لم يكن يشير عليه الصلاة والسلام حين لا يستلم، إذا كان لا يستلم الحجر. والجمهور أخذوا بالرواية المطلقة فقالوا تشرع الإشارة إذا لم يستلمه، تشرع الإشارة لهذه الرواية. والأمر في هذا سهل، لأن لهم هذا الدليل، وهذه طريقة أيضا يقولها بعض العلم إذا جاء الحديث بروايتين وكلاهما تعطي حكما فإنه يؤخذ بهذا وهذا. لكن الذي لا يشرع هو أن يرفع اليدين كأنه يريد أن يدخل في الصلاة. قال يقول بسم الله والله أكبر، ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا جاء
عن ابن عمر وابن مسعود كما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن عمر وعن علي بن أبي طالب، أم لي جاء عن ابن عمر وابن مسعود، هذا ذكر آخر في الصفا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وهذا جاء عن ابن عمر وعن علي ابن أبي طالب، وأنهما يقولان ذلك عند استلام الحجر، وهذا لا يصح لا يثبت عنهما ضعيف. وعلى هذا يقتصر على قول الله أكبر، ثم بعد ذلك تدعو بما فتح الله عليك، تدعو بما فتح الله عليك. والإنسان إذا دعا بهذا الدعاء اللهم إيمانا بك ولم يلتزمه على أنه مشروع لا بأس بذلك، لأن الطواف فيه الدعاء وفيه قراءة القرآن وفيه الذكر والتسبيح، فبأي دعاء دعا به، دعاء ثناء أو دعاء طلب، فلا بأس. ولهذا تقول اللهم إيمانا بك سواء في ابتداء الطواف أو في وسط الطواف أو يعني بعد ما تمشي من جهة الحجر الأسود وأنت قد جعلت بيت عن يسارك، فإذا لم تخصص مكان فلا بأس. وقد نقل ابن الحاج رحمه الله عن الإمام مالك أنه قال إن هذا الدعاء بدعة، قال مالك رحمه الله كما نقل ابن الحاج عنه في المدخل أنه سئل عن هذا الدعاء عند ابتداء الحجر قال بدعة، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا، ما حد شيئا عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه في ذلك قول مخصوص، لم ينقل عنه في ذلك قول مخصوص عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يقول ما فتح الله عليه من أدعية. وهذا دلالة من مالك على العناية بأمر السنة والتزام السنة خاصة في الحج، فلهذا يدعو بما شاء. والطواف البيت كما يروى في الخبر صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. نعم. ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل في ثلاثة أشواط من طوافه ذلك. نعم، يقول رحمه الله ثم يجعل البيت عن يساره، وهذا عند جماهير العلماء أن البيت يجب أن يكون عن يسارك ولا تجعله عن يمينك ولا تجعله أمام وجهك، يعني معنى أنك لا تطوف وأنت يعني وجهك إلى جهة الكعبة إلا حينما تستقبل الحجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر أنه استلم الحجر ثم أخذ ذات اليمين ثم مشى، يعني وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل البيت عن يساره، لأنه لما استلم الحجر أخذ ذات اليمين، أخذ ذات اليمين، والمعنى أنه جعل البيت عن يساره، والمعنى أيضا أنه يبتدئ من أول الطواف ويجعل البيت عن يساره. وهذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، ونقله الصحابة ونقله جابر رضي الله عنه مبينا هذه الهيئة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا أيضا من جهة المعنى هو الذي يتفق مع الحركة الدورية، مع الحركة الدورية، فإن الحركة الدورية والمضمار الذي يدور به الإنسان على شيء فإنه لا يستقر البدن ولا يستقيم إلا إذا كان يدور على جهة يساره، يدور إلى جهة اليسار. وهذا كما يقال اعتماد الدورة أو يعني الدوران على الشيء والمضمار نحو ذلك، هذا نظر في المعنى. وقال بعضهم أيضا حتى يكون الجهة القلب أقرب إلى الكعبة وإلى اليسار، والعبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الأحناف رحمة الله عليهم إلى أنه يجوز أن يطوف وأن يجعل البيت عن يمينه، لكن إن كان في مكة فإنه يعيد طوافه، وإن خرج من مكة
فطوافه صحيح. وهذا التفصيل لا دليل عليه، والصواب ما قاله الجمهور، وأنه يجب أن يكون البيت عن يساره. ثم هذا هو الإجماع العملي، هذا كالإجماع العملي، وهو أن الطواف يجعل البيت عن يسار الطائف، يجعل البيت عن يسار الطائف، هذا كالإجماع العملي المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه بعده وهكذا من بعدهم من التابعين إلى يومنا هذا. لكن قد يرد بعض المسائل، قد يرد بعض المسائل وهي موضع نظر، وهو طواف الأطفال حينما يحملهم الإنسان، حينما يحمله والده أو والدته الطفل الصغير مثلا، فربما يحمله ويجعله على صدره، فإذا جعله على صدره أو جعلت المرأة ولدها على صدرها فإن البيت يكون عن يمينه، عن يمينه، فهل يصح الطواف؟ على ظاهر كلام أهل العلم لا يصح الطواف، بل يعاد الطواف به مرة أخرى ولو كان صغيرا دون التمييز وهو غير مكلف. وهذا محتمل والله أعلم، قد يقال إن المحمولة خاصة، الصغير يكون تابع والتابع تابع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت امرأة إليه صبيا قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، وقد علم أن الصبي عليه الصلاة والسلام تارة يحمله هكذا وتارة يحمله هكذا، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بشيء يكون فيه حدا بينا حدا لازما في طواف الطفل. قد يقال إن هذا مما عفي عنه، وأيضا ربما يلحق به لو كان الإنسان معه نساء أو معه ضعفة، وربما مع شدة الزحام استدار بغير اختياره فجعل البيت عن يمينه، وربما مشى يعني خطوة خطوتين، على قول الجمهور لا تصح هذه الخطوات أو الخطوات، وعليه أن يرجع فيبتدئ من المكان سدار منه، وهذا محتمل، هذا محتمل الله أعلم، لكن أصل المسألة يجب أن يكون البيت عن يساره كما تقدم. ويرمل في ثلاثة أشواط من طوافه، هذا تقدم الإشارة إليه، ثبت في عدة أخبار من حديث عمر رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس وكذلك من حديث يعلى بن أمية وحديث يعلى بن أمية وابن عباس في الاضطباع كما تقدم. والرمل يكون في ثلاثة أشواط بخلاف الاضطباع، فإنه يكون في جميع الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة كما تقدم في صفة الاضطباع، ويرمل في ثلاثة أشواط من طوافه، وهذا لما ثبت حديث ابن عمر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام رمل في ثلاثة أشواط، في حديث ابن عمر خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة، في حديث جابر رمل من الحجر إلى الحجر عليه الصلاة والسلام. والرمل يكون فوق المشي ودون الإسراع مع هز البدن والكتفين، إشارة إلى النشاط والقوة. وإذا ازدحم المكان ولم يستطع الرمل، بمعنى أنه يسرع يمشي مشي الخبب الذي فوق المشي المعتاد، فيأتي بما يستطيع، بمعنى أن يحرك بدنه في مكانه الذي هو فيه، ثم إذا وجد فجوة نص ومشى مع الخبب كما تقدم. وهل إذا أمكنه الرمل بعيدا عن الكعبة يرمل مع بعده عن الكعبة، أو يقرب من الكعبة ولا يرمل؟ هذا موضع خلاف. من أهل العلم من قال إن الهيئة المتعلقة ب يعني عندنا الهيئة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الهيئة المتعلقة بمكانها، وقالوا إن الرمل هيئة متعلق
هيئة متعلقة بذات العبادة، فيكون تحقيقها أولى من تحقيق أو من تحصيلها أولى من تحصيل القرب من الكعبة، لأن القرب من الكعبة متعلق بمكانها، وتحصيل الرمل متعلق بذات العبادة، وما تعلق بذات العبادة مقدم على المتعلق بمكانها. وهذه القاعدة في ثبوتها نظر وفي صحتها نظر، وإن كانت تصح في بعض الأمثلة لكن ليست مضطردة كشأن كثير من القواعد الفقهية التي يكون الخارج منها أكثر من الداخل فيها، فهذه قد تصح في بعض المواضع لكن هي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هي من كلام أهل العلم صاغوها بناء على جمع من المسائل لكنها ليست مضطردة. ولهذا لو أنه وجد الصف الأول مزدحما وأمكن أن يحصل مكانا في الصف الأول، هذا أمر أو هيئة متعلقة بمكان العبادة، مع أنه في الصف الأول المزدحم قد يفوته شيء مما يتعلق بذات العبادة من الحضور فيها، أيضا من المجافات ومن النزول على هيئته، فتفوت بعض الأمور المتعلقة بذات العبادة. ومع هذا فإن الأدلة دالة على أن المشروع هو تحصيل مكان العبادة وهو المسارعة إلى الصف الأول، قال عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في المؤخر، وقال عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن سمعة مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة، قالوا كيف يصفون، قال يتمون الصف الأول يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة في إتمام الصفوف. لكن المراد بهذا بيان أن الأدلة دلت على إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج، ولو فات بعض الهيئة المتعلقة بذات العبادة. كذلك أيضا هذه المسألة هي من هذا الباب، تحصيل الرمل متعلق بذات العبادة، والقرب متعلق بمكانها، العرق قرب متعلق بمكانها، فالله أعلم. ولهذا يقال إن القرب أولى، لأنه ما دام أنه يمكن أن يحصله فليحصل القرب، فإن أمكنه الرمل اجتمع له السنتان الرمل والقرب منها، إن لأنه بالقرب من الكعبة يكون أقرب إلى أن يحصل السنن الأخرى، أولا تحقق المسامتة للحجر، أيضا قد يتيسر له تقبيل الحجر ومسح الحجر ومسح الركن اليماني، فهذه قد تفوت عليه مع البعد. وإن لم يتيسر له الرمل فهو يحصله بنيته، فإن فات فعلا فهو حاصل له قصدا، إذ الأعمال بالنيات. نعم. وصفته أن يسرع المشي ويقارب الخطى من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأشواط الباقية، ويطوف سبعة أشواط، ويدخل الحجر في طوافه، أي يطوف من ورائه. نعم. يقول رحمه الله وصفته أي صفة الرمل، يعني هو ذكر رحمه الله أن يسارع أن يسرع المشي ويقارب الخطى، يعني إسراع دون الركض، إنما هو نوع من الخبب ونوع من أنواع المشي من الحجر إلى الحجر، وهذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بل ورد نصا في حديث جابر. ويمشي في الأربعة، وهذا لأن الرمل هيئة في الأشواط الثلاثة. طيب لو أنه مثلا ما استطاع الرمل في الشوط الأول ولا الشوط الثاني، واستطاع الرمل في الشوط الثالث، هل يرمل في الشوط الرابع والخامس حتى يكمل الثلاثة؟ ايش تقولون؟ لا يرمل.
لماذا؟ لأن هيئة في ماذا؟ في الأشواط الثلاثة، فلو رمل في الرابع غير هيئته، أليس كذلك؟ غير هيئته، لأن ترتب عن تغيير هيئة، فهذه الهيئة خاصة بالأشواط الثلاثة، ويمشي في الأربعة الأشواط الباقية ويطوف، وهذا مثل ما قال ابن عمر ومشى أربعة في أو في الأربعة مشى أربعة أشواط عليه الصلاة والسلام، ويطوف سبعة أشواط. يقصد الشيخ رحمه الله أن الواجب هو سبعة أشواط، وفيه إشارة إلى قول الجمهور، إلى مسألة أيضا وقع فيها خلاف، لكن جمهور العلماء والله أن قول أئمة الأربعة رحمة الله عليهم، إلا أنه في بعض كلامهم ذكروا خلاف هذا، هل يجوز التطوع بشوط أو شوطين؟ لو أن إنسان مثلا يقول أنا أريد أن أطوف شوطا أو شوطين أو ثلاثة تطوع لا يكمل السبعة، شو نقول؟ هل يشرع؟ لا، ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه أيضا لا يشرع، وهذا قول الجمهور رحمة الله عليه. لكن ذكروا عن الشافعي رحمه الله أنه يجيز التطوع بشوط، ويقول على أصله كما أنه يجوز أن يتطوع بركعة، وهذا قول معروف عند الشافعية، ومنقول عن أبي ذر رضي الله عنه في صلاة التطوع، وأنه كان مرة يصلي فينصرف تارة من شفع وتارة من وتر، فرآه رجل فقال إن هذا المصلي لا يدري هل ينصرف من شفع أو من وتر، فسمعه فقال إن كنت لا أدري فإن الله يدري، فوصفه سبحانه وتعالى بهذا، قال قوله فإن الله يدري. لكن الجمهور يقولون إن التطوع لا يكون إلا بركعتين، لا يتطوع بركعة، والطواف كذلك، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بأقل من سبعة أشواط، وممن نقل عنه ذلك سفيان الثوري رحمه الله، كان سفيان الثوري إذا كان في الحرم وعلم به طلاب الحديث أسرعوا إليه، وكان يختفي منهم رحمه الله يهرب، لأنهم إن أمسكوه لم يتركوه حتى يبرموه من كثرة سؤالهم، وكان إذا رآهم قد أقبلوا وهو في الصحن دخل بين الناس وهرب منهم في الطواف، فطاف شوطا أو شوطين، فإذا حس أنهم قد ذهبوا خرج رحمه الله. ونقل هذا أيضا عن ابن الزبير رحمه الله، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد، لكنها أقوال منقولة في هذه المسألة، والأظهر هو قول الجمهور رحمة الله عليهم. ويطوف سبعة أشواط، ويدخل الحجرة في طوافه، ويدخل الحجرة في طواف، أي يطوف من ورائه، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وأنه لو طاف داخل الحجر، لأن بعض الناس ربما يدخل من فتحة باب الحجر ويخرج من الفتحة الأخرى ويظن أن الطواف على البناء الموجود، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر بيت في حديث عائشة في الصحيحين والنحو ستة أذرع قد ينقص، وإن كان يعني من منحنى من بداية من يعني من منحنى الحجر ثم يعني اتساع منحناه أنه يزيد عن ستة، لكن لا يجوز الطواف من داخل الحجر، ولو طاف من داخل الحجر فإن طوافه لا يتم حتى يكمل، لم يتم حتى يكمل سبعة أشواط خارج الحجر، ولهذا إن كان ذكر قريبا فإنه يكمل سبعة أشواط، وإن طال الفصل ففيه خلاف، ذهب الحنابلة والمالكية إلى أن الموالاة شرط، وذهب الأحناف والشافعية إلى أن الموالاة ليست شرطا بين أشواط الطواف، وعند الجميع يجب عليه أن يكمل طوافه سبعة أشواط، ولو أنه طاف ستة أشواط ثم سعى ثم قصر فلا زال حراما حتى الآن.
بل عليه أن يكمل ما دام الفصل قريب. ثم هل يعيد سعيه؟ الجمهور يعيد سعيه، وذهب آخرون إلى أنه إذا وقع فإن للمسائل بعد وقوعها حكما آخر، أما وجوب تمام السعي هذا واجب عند الجميع كما تقدم. أيضا من مسائل الطواف الشاذروان ما يسمى تأزيرة البيت، وهو الرخام الذي في أصل الكعبة، وهو القاعدة في أصلها، الجدار المحيط الخارج، والآن وضع يعني منزلقا وكان في أول أمر منبسطا نحو من ذراع، وكان ربما طاف عليه الطائف، أما الآن فلا يمكن يصعد عليه، لو صعد الإنسان فإنه يسقط إلا أن يتمسك بكسوة الكعبة أو يمسكه أحد، إنه قد يفعل هذا. لكن لو وقع هذا مثلا مع شدة الزحام زحم فصعد على الشاذروان، والشاذروان كلمة أصلا فارسية مأخوذة من شوذر، والشوذر بمعنى التأزير أو الإزار، فهو كالإزار للبيت محيط بالبيت في جميع البيت إلا ما كان من داخل الحجر، من داخل الحجر. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه كما تقدم أنه من البيت، وأنه لو طاف عليه فإن طوافه لا يسوء، ولهذا قال يطوف وراه، أي من وراء الحجر ومن وراء تأزيرة البيت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس من البيت، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر بعض العلم أنه في حال عمارته في بعض الأحايين وفي بعض الأوقات تبين أن الشاذروان خارج القواعد وأنه ليس داخل البيت، وأن الذي وضعه قبيلة من قبائل العرب إما بنو مخزوم أو غيرهم، لما أن السيل ورد البيت وتضرر فوضعوا دعامه له من أصله حتى يدفع عنه ضرر السيل إذا دخل البيت. وعلى هذا القول لو أنه زحم، لكن لا يقصد الطوع، لكن لو زحم عليه مع شدة الزحام ربما يضطر أن يصعد عليه من شدة الزحام، إما خشية أن يتضرر، فعلى اختيار شيخ الإسلام وقول الأحناف طوافه صحيح، فلو مشى خطوة وخطوتين فطوافه صحيح، لكن لا يجوز له أن يدخل شيئا من الحجر كما تقدم في طوافه. نعم. فكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر الأسود استلمهما بيده أو أشار إليهما ويقول عند ذلك الله أكبر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله فكلما حاذ الركن اليماني، حاذ الركن اليماني أو الحجر الأسود، كلما حاذ الركن اليماني أو الحجر الأسود استلمهما بيده. أما استلامهما باليد هذا ثابت صحيحين في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر الأسود والركن اليماني عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث عمر صحيحين أنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر وتنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وجاء ذكر الاستلام كما تقدم في حديث ابن عمر. وثبت أيضا في صحيح البخاري معلقا مجزوما به من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم إلا هذان الركنان، الحجر الأسود الركن اليماني. ورواه مسلم بدون قصة معاوية أنه لا يستلم إلا هذان الركنان، رواه أحمد والترمذي
أحمد الترمذي من طريق آخر. وفي حديث معاوية أنه لما قال له ابن عباس إنه لا يستلم إلا هذا الركنان، قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشان الاتباع، كما قال عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود لما قال هذا، بيّن أن الواجب الاتباع، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استلم هذين الركنين. والحجر الأسود له خصائص: أنه يقبل ويستلم، يقبل ويستلم. وهل يسجد عليه؟ هذا لعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مسألة السجود عليه. وإن كان لحديث السجود فيه نظر، فالمقصود أنه يستلم، وكذلك الركن اليماني يستلم، استلم. أما التقبيل فخاص بالحجر الأسود، وجاء في رواية من طريق ضعيف أن الحجر، أن الركن اليماني يقبل، لكنها رواية ضعيفة، والصواب أنها أنه لا يقبل الركن. مع أن بعض العلم حمل هذه الرواية على أن المراد بالركن اليماني الحجر الأسود. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد على الحجر الأسود، أنه عليه سجد على الحجر الأسود. وهذه الرواية جاءت من رواية ابن عباس، رواه عنه محمد بن عباد بن جعفر، رواه عن جعفر، جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر، رواه ابو داود الطيالسي من رواية جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر يقبل الحجر الأسود يسجد عليه. قال محمد بن عباد بن جعفر: رأيت ابن عباس يقبل الحجر الأسود يسجد عليه. قال ابن عباس: رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود يسجد عليه. قال عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. وهذا الإسناد ظاهره السلامة، لكن الصواب أنه موقوف، فقد رواه عبد الرزاق من رواية عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس موقوفا عليه. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام كبير لا يقرن به جعفر بن عبد الله بن عثمان، وإن كان لا بأس به، لكن ما دام أنه خالفه، وإن كان الحكم للواصل على الأظهر كما هو قول بعض أهل العلم، كما قال العراقي رحمه الله قال: واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، أن صححوه وقضى البخاري. يعني البخاري رحمه الله قضى بوصل حديث عائشة رضي الله عنه حينما ذكر الحديث في مسألة من تزوج نفسها، وقضى البخاري بوصل لا نكاح، بوصل لا نكاح إلا بولي، قضى البخاري رحمه الله مع كون من أرسله كالجبل، يقول العراقي رحمه الله أرسله كالجبل، شعبة وسفيان أرسلوه، لكن الذي وصله أبو إسحاق، ومع ذلك اعتبر بوصله. العبرة بالواصل، لكن ليس لكونه وصل وهو ثقة لدلالة القرائن، فالقرائن معتبرة. ولذا أهل العلم في الحديث وبالعلل ليس لهم قاعدة واحدة بأن يقال إن الوصل حجة مطلقة، لا، بل ينظر إلى القرائن. قد يحكم لمن وصل وإن كان واحد وخالفه الأكثر، فالعبرة بالقرائن. كذلك هذه الرواية من جعفر عبد الله بن عثمان، وإن وصل والعبرة الوصل، لكن إذا دلت القرائن على الخطأ فإنه يحكم بالخطأ في هذا. وهذه طريقة ابن أبي حاتم، أبو حاتم رحمه الله، وأبو زرعة حينما يحكي عنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم، تارة يقول هذا مرسل، الصواب فيه الإرسال، الصواب فيه الاتصال، الصواب فيه الوقف، وما أشبه كذا. هكذا الدارقطني رحمه الله يسوق الطرق
الكثيرة، ثم يقول في آخره والصواب مرسل، والصواب أنه موصول. وهكذا في كل حديث له حكم خاص بحسب الدلائل والقرائن، وهذا يبين أن مسائل العلل ترجع إلى النظر والاجتهاد. ما لم يجمعوا، إذا أجمعوا في هذه الحالة يسلم طالب العلم لإجماعهم، لأنهم لا يمكن أن يتفقوا على هذا إلا عن ثبت وبينة. ولذا لما جاء رجل من خراسان إلى أبي حاتم وجمع أحاديث، فقال لأبي حاتم الرازي محمد مدريس سأل هذه، قال هذا حديث باطل، وهذا حديث لا يصح، وهذا حديث موضوع، سأل على حدة حديث فحكم عليها فبين له بطلان. قال من الذي أدراك أنه باطل؟ من أدراك أنه كذا وكذا؟ هل أعلمك ذاك أنه وضعه؟ قال لا، لكن تسألني ثم تذهب إلى أبي زرعة ثم إلى ابن وارة، محمد بن وارة حافظ أيضا، فإن وافقوني علمت أننا تكلمنا عن ثبت، وإلا فكل منا تكلم عن رأيه. فذهب وسأل أبا زرعة ولم يعلم بكلام أبي حاتم، فقال أبو زرعة في الذي قال في أبو حاتم باطل قال لا أصل له، والذي قال أبو حاتم لا أصل قال لا يصح، وهكذا. فرجع إلى أبي حاتم وهو مبهوت مما رأى من اتفاقهم في المعنى تماما وإن اختلف اللون، فذكر له قول أبي زرعة أنه قال لا أصل له، قال لا أصل هو الباطل، والباطل لا أصل له. وهذا هو السر في علم العلل، كما قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله إنه إلهام، إلهام معنى، والإلهام ليس أن يتكلم عن هوى، لكن لأجل دربة المتكلم والعالم بالحديث وكثرة معاناته ونظر في الطرق صار عنده ملكة عظيمة مثل الملكة الفقهية للفقيه الذي يتكلم بالفقه مطمئن إليه وترك له مطابق للنصوص، فيقول الكلام الذي تقبله العقول، وليس المعنى كما تقدم أنه يتكلم عن هوى. ولهذا لما قيل لبعضهم هذا قال كيف قلت هذا؟ أخبرني. قال لو جئت بدرهم بهرج ودرهم صحيح وأنت لا تعلم البهرج من الصحيح، كلاهما لونه فضة أو لونه ذهب لا تعلم، فذهبت إلى الصيرفي الصائغ فعرضت عليه فنظر إليه فقال هذا بهرج وهذا صحيح، هل تقبل؟ قال نعم. قال كذلك نحن، هذا الصيرفي صاحب صنف وصنعة تسلم بقوله، مع أنه لو أردت أن يعبر بعبارة قد لا يجتمع له عبارة، إلا أنه يعرف بشدة أو كثرة الممارسة والمعرفة أن هذا زائف مغشوش وأن هذا صحيح. فالمقصود أن هذا الخبر أيضا الأظهر فيه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. هل يقال إن هذا مما لا يقال بالرأي؟ هذا موضع نظر، قد يقال والله هذا موضع بحث، هل يقال إنه إذا قيل إنه مرفوع هذا واضح، وإن قيل إنه موقوف هل يقال إنه موقوف لفظا مرفوع حكما؟ هذا موضع بحث، موضع نظر، وأيضا يحتاج إلى النظر في وقفه، هل أعل أيضا؟ ولهذا الثابت والمتيقن هو تقبيله واستلامه كما في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله أو أشار إليهما، هذا هو المذهب الإشارة إليهما. والصواب أن الركن اليماني لا يشار إليه ولا دليل على هذا، وإن ذكروه في المذهب وذكره غيرهم، والإشارة إذا قيل بها على قول الجمهور فإن خاصة بالحجر الأسود دون الركن اليماني. نعم. ويقول بين الركنين أعني الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وهذا تقدم الإشارة إليه، تقدم الإشارة إليه أنه يقول عند ابتداء الطواف الله أكبر، ويقول بين الركنين الركن اليمين والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا ورد في حديث عبد الله بن السائب عند أحمد وأبي داود برواية يحيى بن عبيد مولى السائب بن أبي السائب عن أبيه عبيد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا حديث اختلف في صحته، وعبيد والد يحيى قال في التهذيب إنه وثقه ذكر ابن حبان في الثقات، وليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث رحمه الله. وعلى هذا يكون عند الحافظ مقبول، والمقبول بمعنى المستور، ومستور هو مجهول الحال، مجهول الحال. فإذا لم يكن له إلا هذا الطريق فالحديث هذا الإسناد فيه ضعف، لكن يقويه أنه جاء عن عمر رضي الله عنه، عن عمر وعن ابنه ابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان يقولان ذلك، لكن عن عمر كان يقول ذلك في الطواف لم يقيد فيما بين الركنين، وابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ذلك بين الركنين، بين الركنين. وأهل العلم أخذوا بهذا الحديث وقالوا يشرع قول هذه الكلمة، كلمة عظيمة، والحديث مقارب، الحديث مقارب وليس ضعفه شديدا، وجاء عن الصحابة نقل خصوصا عن ابن عمر الذي عرف بشدة تتبعه لما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يعمل يجتهد في أن يكون العمل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فهو من جملة الأدعية. وهذا الدعاء دعاء عظيم، وثبت في الصحيحين حيث أنس أن النبي عليه أن أنس رضي الله عنه كان إذا دعا بدعوة دعا بقوله ربنا آتنا الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء. وجاء وهذا هو الذي ثبت، وهذا هو الذي أصح ما ورد. ورد حديث آخر رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. هذا رواه الحاكم رواية سعيد ابن زيد ابن درهم الأزدي، وهو أخو حماد بن زيد الإمام المشهور، وهو لا بأس به تكل ما فيه كلام يسير. رواه عن سعيد، رواه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عطاء بن السائب قد اختلط رحمه الله، وسعيد بن زيد روى عنه بعد الاختلاط، وقد وهم ابن جماعة رحمه الله فصححه في منسكه، والحديث بعد إسناد ضعيف. إنما هذا دعاء يقال في الطواف في أي موضع، يقال يكون الأدعية التي تقال في الطواف كسائر الأدعية التي يدعو بها المسلم بما فتح الله عليه. نعم. ويقول في بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنت الأعز الأكرم، ويكثر الذكر والدعاء بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ آية فحسن، فإذا أتم طوافه وهو سبعة أشواط صلى ركعتين. بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله ويقول في بقية طوافه اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وهذا لم يأتي به دليل خاص، لم يأتي به دليل خاص، وإنما ذكر من كلام الشافعي رحمه الله. وابن ملقن رحمه الله يقول إنه لم ير بعد البحث الشديد، يعني لم يره منقولا مرفوعا، إنما ذكره ولم يذكره البيهقي في السنن ولا في المعرفة،
مع كثرة اطلاع الإمام البيهقي رحمه الله إلا من كلام الشافعي رحمه الله. وهذا الذكر اللي هو اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند رمي الجمرة، عند رمي الجمرة. ويقول الحافظ رحمه الله جاء من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك عند رمي الجمرة. فعلى هذا يكون هذا الدعاء كغيره من الأدعية يقال، لكن لا يخصص به طواف أو سعي أو رمي جمرة، لأنه يكون من الأدعية المطلقة. وعلى هذا ما يذكر من الأدعية التي يذكرها الفقهاء رحمه الله عليهم في مواطن خاصة ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال هو من الأدعية التي تدخل في عموم الأدلة مشروعية الدعاء، لأنها كلمات طيبة وجوامع، فتكون من الأدعية التي تقال في مواطن الدعاء لا يخص بها موضع دون موضع. ومنه هذا الدعاء المنقول كما تقدم عن ابن مسعود وعن ابن عمر، كما أيضا عن ابن عمر في عند الجمرة، لكن لا يخص به نسك دون نسك. كذلك ولأن هذه الكلمة اللهم اجعل حجا مبرورا هذا دعاء عظيم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما ثبت صحيحين. فإذا كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فيشرع العبد أن يسأل الله أن يجعل حجه مبرورا، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام عن بر الحج وأنه له هذا الجزاء العظيم. وهذه الكلمة قوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كوننا نخصصه بنسك دون نسك هذا موضع نظر، بل ظاهر الخبر في ثنائه عليه الصلاة والسلام أو إخباره عن الحج المبرور أنه ليس له جزاء إلا الجنة يشرع أن يكون في جميع من يدخل النسك. لكن مواضع الخاصة اللي ورد فيها ذكر كالتلبية أو التكبير تقول هذا الذكر، وما سواه تدعو بالأدعية الجوامع والكلمات التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر الكلمات والدعوات الطيبة المباركة مما يؤخذ من كلامه عليه السلام كما تقدم في الحج المبرور، حجا مبرورا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى هذا المعنى في كتابه لطائف المعارف، وأن هذه الأدعية الجامعة التي يدعو بها المسلم، وأنه لا يخص يعني وأنه على هذا لا يخص به موطن دون موطن. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز، أو هنا وأنت الأعز الأكرم. وهذا أيضا رواه الطبراني في الكبير وفي الدعاء عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أنه يقوله في السعي، يقوله في السعي، وهو ضعيف رواية ليث بن أبي سليم فلا يثبت مرفوعا. والشيخ رحمه الله ذكره أنه يقال في الطواف. وعلى هذا يقال أيضا هذا الدعاء إذا دعا به في طوافه وفي سعيه، مع أن الأفضل للمسلم يتحرى الدعوات الجامعة المنقولة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك كما ثبت حديث الصحيح عن عائشة، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وفي لفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، اللهم عافني في ديني وبدني ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومع يميني وعن شمال فوقي، وعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، إلى غير ذلك. والأدعية كثيرة في هذا الباب،
وكل أدعية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو المسلم بما تيسر من هذه الأدعية. وكذلك يقول أذكار لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، يكثر من هذا الدعاء. هذه الكلمات العظيمة يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ورفع بها 100 درجة، ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو أكثر. وفي لفظ عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال في أيوب: من قال لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات هي خير من الدنيا وما عليها. وإن زاد: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثبتت في حديث سعيد الخدري الصحيح. وهي هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحة تجمع لك خير الدنيا والآخرة. فيجمع المسلم والمسلمة بين الأدعية التي فيها سؤال وبين الأدعية التي هي معنى الثناء، ويكثر منها. وهذا هو الأكمل حينما يدعو في صلاته، في طوافه، في سعيه، في أحواله كلها. يقول رحمه الله: ويكثر الذكر والدعاء. وهذا الدعاء اللي تقدم: اللهم اغفر وارحم، لا يثبت مرفوعا كما تقدم. وصح البيهقي رحمه الله أنه موقوف على ابن مسعود كما رواه البيهقي، وجاء موقوف على ابن عمر أيضا كما رواه البيهقي. وبالجملة هذه أخبار كغيرها من الأخبار التي يدعو بها المسلم عموما في سائر أحواله. وما جاء خاصا بذكر النسك مثلا فيخصه بالنسك، كما في قول: اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. يقول الشيخ رحمه الله: ويكثر الذكر والدعاء بمحب. إذا هذه الكلمة كلمة عظيمة من الشيخ رحمه الله، أنه يكثر من الذكر والدعاء. الذكر هو الثناء عليه، والدعاء لما عطف عليه دل على أنه الدعاء دعاء المسألة. أيضا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل ما تقدم أن السنة أن تذكر، أن تثني عليه سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله ذكر أركان الدعاء: الثناء ثم الدعاء، الثناء، لكن الصلاة على النبي قبل ذلك. يعني لو قال الذكر يعني هو مع الثناء، وكذلك ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بمعنى الطلب، ورابعها أن يختم بآمين، أن يختم بآمين. وإن قرأ آية فحسن. وهذا يبين لا بأس من قراءة القرآن، قراءة القرآن في طواف أو سعيه. وإذا قرأ القرآن ناسب أن يدعو وأن يسأل رب سبحانه وتعالى. فإذا أتم طوافه وهو 7 أشواط صلى ركعتين، وهاتان الركعتان سنة عند أحمد الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك هما واجبتان، بل قال مالك رحمه الله: إن نسي الركعتين أو أخرهما حتى أحدث بطل طوافه. وهذا قول ضعيف. والمشهور عند أهل العلم أنهما سنة وليستا واجبتين. وبعضا قال إنهما واجبتان، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام طاف وقال: خذوا عني مناسككم. وعلى هذا تكون واجبة في الطواف الواجب، إذا قيل بوجوبها تكون في الطواف الواجب. أما في الطواف المستحب تطوع فلا يظهر وجوبها، ولأنها منفصلة ليست متصلة، حتى يقال مثلا إنها تلزم كما تلزم بعض الصلاة لمن صلى نافلة، فلا يصلي نافلة من سجدة واحدة، ولا يصلي مثلا نافلة بلا تشهد، لأنها منفصلة فلا تجب. فإن قيل بوجوب الركعتين فتجب في الطواف الواجب، في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، وكذلك وطواف القدوم على قول من أوجب. والجمهور على أنه ليس بواجب. صلى ركعتين وهما سنة، والركعتان لكل طواف. فإذا طاف أسبوعين صلى 4،
وذلك أن كل طواف له سنة مستقلة مقصودة، ولا تدخل هذه السنة سنة، كما لو يعني صلى الظهر مثلا نسي صلاة الظهر مثلا فصلاها، المقصود كما أنه لا تدخل راتبة الظهر في راتبة المغرب وراتبة العشاء، كذلك أيضا لا تدخل هذه الصلاة في الصلاة في صلاة الطواف الآخر، بل لكل أسبوع ركعتان. نعم. وكونهما خلف مقام إبراهيم أفضل، ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا ويستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله الذي هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. يقول الشيخ رحمه الله وكونهما خلف مقام إبراهيم أفضل، لأنه لا يجب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم، لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلتهما خارج المسجد رضي الله عنها، وهذا بعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها طافت فلم تصلي حتى خرجت رضي الله عنها، فدل على أنهما لا تجبان خلف المقام. وكذلك عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح ثم صلاهما بذي طوى، رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله مالك موطأ بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طوى، وهذا يبين أنهما ليستا واجبتين كما قال الشيخ رحمه الله. ثم يخرج للسعي من باب الصفا، باب الصفا يعني الباب الذي يخرج منه إلى الصفا، وإلا لم يثبت في الأخبار أن له بابا في ذلك الوقت، الذي ثبت في الأخبار ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج من الباب إلى الصفا. ويمكن يقال يعني من باب الصفا يعني الباب الذي يخرج إلى الصفا، وقد ورد هذا في حديث جابر أنه خرج من الباب إلى الصفا لا أنه خرج من باب الصفا، وكذلك في حديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أنه خرج من الباب الذي يخرج منه إلى الصفا، الذي يخرج منه وهو أبين، ويشرح رواية جابر أن الباب يخرج منه إلى الصفا، وهذه أبواب في ذلك الوقت والآن لا يعرف مكانها على سبيل التحديد. وجاء في رواية عند الطبراني في الصغير من حديث جابر وفي ثبوتها نظر، وهي مخالفة لحديثه في صحيح مسلم، أنه خرج من باب الصفا، أضاف الباب إلى الصفا، لكن هذا وإن كان ظاهر في مقصود المؤلف رحمه الله، لكن ليس لهو مخالف لما ذكره جابر الصحيح أنه خرج من الباب إلى الصفا لا أنه خرج من باب الصفا. وقد يكون الإضافة كما يقال لأدنى ملابسة، معنى أن هذا الباب الذي خرج منه من البيت هو مقابل الصفا وأقرب إلى الصفا فنسب إليه، لأن الإضافة لأدنى ملابسة، وقد لا تكون على سبيل الحقيقة، معنى أن الباب يعني باب الصفا. ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه صعد الصفا ويستقبل البيت، وهذا في صحيح مسلم، يكبر ثلاثا ويقول الحمد الذي هدانا، هذه كانت الحمد الذي هدانا، هذه زادها صاحب المقنع وغيره وليست في حديث جابر رضي الله عنه، إنما ذكرها الأصحاب في المذهب، والصواب الاقتصار على ما ورد الحجم استقبلت ويكبر ثم يقول لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قوله يحيي ويميت وهو حي لا يمدين خير، هذه أيضا
لم تثبت في حديث جابر، لم تثبت في حديث جابر، هذه ذكروها، إنما جاءت في حديث دخول السوق، حديث دخول السوق الذي رواه الترمذي من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن سالم عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر الخطاب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: من قال من قال دخل السوق لا نحد ولا شريك ولا له كل حمد يوحي يميت وحي يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير. الحديث كتب الله ألف ألف حسنة ومح عنه ألف ألف سيئة. هو المقصود هذا حديث ضعيف منكر، وعمرو دينار هذا ضعيف، وهذا الخبر ورد أو هذه اللفظة وردت في حديث عمر كما تقدم يحيي ميت وحي لم يدي الخير وهو على كل شيء قدير. وردت ألفاظ أخرى يعني حديث وردت في ذكر يحيي ميت، هنالك أخبار مثل حديث المشهور المروي عن أم سلمة وعن أبي أيوب وعن عمارة بن شبيب السبأ وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنه من قال إذا بعد صلاة الصبح لا نحد ولا شريك له له الملك ولا كل شيء قدير، وثاني الرجلة في بعض الألفاظ الحديث، هذا ورد في أخبار عدة، لكن جاء في حديث أبي أيوب عند أحمد وفي حديث عمارة بن شبيب السبأ عند أحمد زيادة يحيي ويميت، يحيي ويميت هذا الخبر، لكن بهذا التمام كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه في دعاء السوق الذي لا يصح. والثابت لا نحد لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثم قال ذلك ثلاثا عليه، وكرر ذلك ثلاث مرات، قال مرتين جابر ذكر أنه يعني أنه أثنى عليه سبحانه وتعالى، قال لما استقبل البيت وكبر ثلاثا قال لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم قاله ثانية ثم دعا ثم قاله ثالثا ثم دعا، المعنى أنه ذكر هذا الذكر ثلاثا ودعا مرتين بين الأولى والثانية وبين الثانية وبين المرة الثانية والثالثة، وهذا على الصفا وعلى المروة، ويدعو بما أحب، يدعو بما أحب، وهذه كلمة جامعة مثل ما تقدم في الدعاء بما أحب في الطواف بما فتح الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود لما ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة أعجبه إليه فليدعو به، ثم ليتخير من مسألة ما شاء أحبه. الألفاظ صحيحة في الصحيحين وبعضها من أفراد أحدهما، الشاهد أنه قال ثم ليدعو بما شاء، هذا في الصلاة، فإذا كان في الصلاة يدعو بما فتح الله عليه ففي الطواف والسعي من باب أول يدعو ويختار الكلمات الجوامع، كما في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أحيانا يفصل عليه الصلاة والسلام، قد يفصل، وهذا في حال اللجأ والضرورة والابتهال، هذا وقع في بعض الأحوال، قل الله في ما كما تقدم في ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، هذا مبالغة في هضم النفس وذكر أن محل السيئات والذنوب وسوء الظن بالنفس، فيكون في هذه الحال يفصل العبد في ذكر حاله وفقره وأنه محل التلوث والخطأ والذنب والخطيئة، وكذلك في حال الثناء حينما يسأل ربي، ولهذا ثبت في الصحيح أنه كان عليه إذا خرج قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا فوقي نورا ومن أمام نورا ومن تحت نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا، الحديث نحو 19 كلمة قالها عليه الصلاة والسلام في سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك، ثم قال واجعل لي نورا يعني أن يغمره بالأنوار، والمسلم يدعو بالجوامع كما تقدم في قول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا إلى غير ذلك من الأدعية، قال ويدعو بما أحب. نعم.
فيمشي حتى يأتي العلم أو قبله بنحو 6 أذرع، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول عليها مثل ما قال على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، لكن يجب استيعاب ما بينهما، وكذلك لا تسعى المرأة سعيا شديدا، ويكثر من الدعاء والذكر حال سعيه بين الصفا والمروة. يقول الشيخ رحمه الله: فيمشي حتى يأتي العلم أو قبله بنحو 6 أذرع، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. هذا الذي ذكره الشيخ بنحو 6 أذرع ذكره في المغني والشرح، يعني قبل العلم الأخضر، وذلك لأن هذا العلم الأخضر وضع على سبيل الاجتهاد وليس تحديدا، يعني بمعنى أنه حدا فاصلا، لا، إنما هذا تقريب أن هذا هو الموضع الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون قبله، ولهذا إذا احتاط الإنسان قبله فلا بأس، ولو احتاط بعده فلا بأس، لأن موضع الوادي زال الآن، موضع الوادي زال، إنما هذا تقريب ليس تحديدا، ولهذا قالوا إنه يسعى قبله بنحو 6 أذرع تقل أو تزيد، لكن لا يكثر حتى يكون خارج عن موضع سعيه عليه الصلاة والسلام. فيمشي حتى يأتي العلم أو قبل بنحو 6 أذرع، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. وهذا السعي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم أنه لما هبط الوادي ونزل فيه سعى عليه الصلاة، فلما صعدت لما نزل بقدميه لما نزل سعى عليه الصلاة، فلما صعدت يعني صعد بقدميه مشى عليه الصلاة والسلام، لما نزل المروة كما يقول جابر، ووصل إلى الوادي الموضع هبوط الوادي وانصبت قدماه سعى، ثم لما صعدت مشى عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا هذا في حديث صفية بنت شيبة عن امرأة منهم أيضا أنها ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقطع الوادي إلا شدا، يعني بالمشي الذي يكون فيه شيء من الإسراع، شيء من الإسراع. هذا رواه أحمد والنسائي، رواه أحمد والنسائي. كذلك أيضا حديث حبيب بن أبي تجرات عند أحمد أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في الوادي، ومن شدة سعيه جاء في رواية عنها أنها حتى يعني بدت ركبته عليه الصلاة والسلام، كما في رواية قالت: رأيته وهو يسعى حتى إني أرى ركبتي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من رواية عبد الله المؤمل وهو ضعيف، لكن هو في الشواهد، هو في الشواهد. وهذا السعي عند العلماء سنة، هذا سنة وليس بواجب. وكما قال الشيخ رحمه الله: ثم نعم، فيسعى سعيا شديدا للعلم الآخر، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول عليها مثل ما قال على الصفا، مثل ما قال على الصفا: لا نحد لا شريك له، له الملك والحمد، إذا يعني كبر ثم قال: لا نحد لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث كما تقدم، لأن جابر نقل هذا رضي الله عنه على المروة كما فعل على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه وما بين العلمين إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، والمعنى أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وهذا قول عامة العلم، قد وهم بعضهم فجعل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوطا واحدا، وعلى قولهم يسعى 14 شوطا، والصواب أنه 7 أشواط، هذا قول عامة العلم. ويفعل ذلك 7 مرات، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة. قالوا
يعني هكذا قالوا، وهذا لا أدري عن الخلاف فيها الآن، يحتاج إلى مراجعة، ما أدري عن الخلاف في هذه المسألة. وهو الرقي الصفا إلى المروة، الأصل أن النساء والرجال، فإن ذكروا في ذلك الإجماع فهذا محتمل، تحتاج المسألة إلى مراجعة، لها تراجع ومن تيسر يجمع شيء طيب. إنما الذي تنهى عن المرأة هو ما يكون فيه تكشف للمرأة، ولهذا سيأتي كلام الشيخ رحمه الله أن المرأة لا تسعى، كما أن المرأة تخالف الرجل في مسألة الهرولة الرمل وكذلك الاطباع، وأنه خاص بالرجل، لكن يجب استيعاب ما بينهما، يعني ما بين الصفا إلى المروة، ما بين الصفا إلى المروة. والمعنى أنه يلصق بدنه أو عقبه بالصفا، هذا لما كان الجبل، لكن الآن ليس يعني نفس الجبل، سوي محله وصار في علامة عليه، هو المكان الذي مرتفع منه. فلهذا يعني من يقبل عليه في أوله فيكون قد صعد على الجبل، قد صعد على الجبل من أول صعوده عليه. وقد يقال أيضا أن عدم وجوبه أنه إذا لو سعى على دابة فإنه لا يصعد بها، فإنه يكتفي بأن يسعى ما بين الجبلين، ومعلوم أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان جبل فإنه لا يصعد عليه. وقد يقال أيضا أنه في حق المرأة لما كان جبل وكان الصعود عليه يتسبب في التكشف، بخلاف ما لما سوي الآن وصار يعني صعوده والمشي عليه كأنه يمشي في السهل، لا يحصل المحذور الواقع في التكشف، يكون في حق المرأة على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، لكن تحتاج المسألة إلى مراجعة كما تقدم. لكن يجب استيعاب ما بينه، وكذلك لا تسعى المرأة سعيا شديدا، وهذا مثل ما تقدم أيضا أنها لا تسعى. ومنها العلم من قال تسعى إذا كانت وحدها أو كانت في الليل وفي ظلمة لا ترى، ويكثر من الدعاء والذكر حال سعيه بين الصفا والمروة، يكثر من الدعاء والذكر حال سعيه بين الصفا والمروة، مثل ما تقدم، لأن الموطن موطن دعاء موطن ذكر، فيكثر من الذكر والدعاء، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، والله أعلم.